ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب البيعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي، مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، رأوا له جماعة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الكوفي، أثنى عليه شعبة كثيرا، ووثقوا علي بن المديني، قال: كان من الثقات. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة. وذكر ابن حبان في الثقات. قال: عن محمد بن إسحاق ابن يسار مشهور القرشي المضطرب المدني، قال شعبة فيه هو أمين ومين في الحديث، وطبعا أنه كان واسع الخطوة في مسألة السير. ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هنا ويحيى بن سعيد الأنصاري من ثقات الأثبات، رواه جماعة. وعبيد الله بن عمر ومن ثقات الأثبات، قلنا المكبر ثقة والمصغر ضعيف. وابن عجلان، ابن عجلان هنا محمد بن عجلان القرشي، هو من الثقات، وإن كان بعضهم قال أنه اضطرب لكن في حديث المقبري. قالوا: عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الفقيه، قال النسائي ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال: عن أبيه، أبوه الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري أبو عبادة المدني، قال العجلي: شامي تابعي ثقة، فهو من الثقات. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، رضي الله عنه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. شايف الجمع بينهما، وألا ننازع الأمر أهله، ومع ذلك لا يمنعه من أن يقول كلمة الحق، فلا بد لها من ضوابط كما بينا قبل ذلك. نعم. 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 واحد بتاع حط الترابط بتاع موسيقى تقريبا. نعم. يلا عشان وقت الشيخ. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم من ثقات الأثبات من خيار الشاميين، لكنه دل استدلال التسوية.
قال حدثنا سعيد. وأنا صرح بالتحديث. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي. أبو محمد وقال أبو عبد العزيز التنوخي الدمشقي. قال ابن معين ثقة. وقال أبو حاتم لا أقدم بالشام بعد الأوزعي على سعيد بن عبد العزيز أحدا، وهذا توثيق قوي. وأما أحمد قال ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز. قال عن ربيع بن يزيد. قال عن ربيعة، هو ربيعة بن يزيد الأيادي أبو شعب أبو شعيب الدمشقي. قال نسائي ثقة، وقال العجلي ثقة، والدرقني قال اعتبر به، والحق أنه ثقة. قال عن أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه عائذ بن عبد الله بن عمرو من خيار التابعين. النسائي قال ثقة، حاتم الرازي قال ثقة. نعم. قال عن أبي مسلم. أبو مسلم الخولاني، وهذا أيضا تابعي يروي عن تابعي. قال عجلي ثقة من كبار التابعين ومن عبادهم. وقال ابن معين ثقة، وكان ابن سعيد يقول، وقال ابن سعد كان ثقة. قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا، فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك، فعلام نبايعك؟ فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأصر كلمة خفية، ولا تسأل الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، فقال في مقتم. وعن ابن عبد الله رضي الله عنهما قال عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يشعر به صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني أخوه بعبدين أسودين، ثم لم يبع أحدا بعد ذلك. حتى يسأله عن هو. انتهى الباب. هذه الأبواب جاءت في باب البيعة. كنا قبل ذلك عن غيري من يعني من مات وليس في بيعة مات إليه، وأن تبايع ولي الأمر أنته وتطيع اعتقاد السلف. ولذلك صدر أبا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. فكل هذه الأحاديث تبين لنا وجوب البيعة للإمام، ووجوب السمع والطاعة له فيما 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 كان فيه المنشط والمكره، وأيضا حتى لو كان هناك أثر عليه. ولا يجوز له معصية الإمام، ولا يجوز له منازعة السلطان، حتى ولو قال وزعم أنه أراد بذلك إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف. وفي ذلك الأمر تحت طوق قول الله جل في علاه فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا. فلا بد أن تكون البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة، ما لم يؤمر بمعصية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحديث الأول قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والآثر عليه. والآثر علينا معناه أنه يؤثر أقاربته ويؤثر نفسه عليهم، لا يبخسهم حقهم ويعطي الأقارب. فحتى ولو حدث ذلك ولو كانت مظلمة، هنا النبي يشير عليكم بالصبر. قال وأثر معاه وقال ننازع الأهل الأمر أهله. قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر، وهذا للنبي ولمن جاء بعد النبي ولوكيل النبي. قال والمنشط والمكره، وإن كان قد كره ذلك فعليه أن يتعبد لله جل في علاه بالسمع والطاعة تنفيذا
لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وألا ننازع الأمر أهله، وعدم منازعة الأمر أهله معناها حرمة الخروج على ولاة الأمور، حرمة الخروج على ولاة الأمور. وأنا في الفصل السابق أو في الحديث السابق قد بينت ذلك أيضا، يعني قد بينت ذلك يعني كثيرا وأوضحته بأدلة دامغة على حرمة الخروج على ولاة الأمور، وأن الأمر استقر بعد فتنة ابن الأشعث، استقر الأمر عند الناس بحرمة الخروج على الولاة. وإن ابتدع في دين الله وإن قصر وإن ظلم وإن فسق فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال، حتى بالكلمة لا يجوز. طب وكيف وكلمة سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة عنده ليس على الملأ، عنده، لأنها على الملأ ستحدث المصائب الكبرى والمفاسد العظيمة ويكون فيها ما فيها من التأليب على الخروج على ولاة الأمور، ثم تكون الدماء التي لا يعلم بمداها ولا يعلم كيف تتوقف إلا الله جل في علاه. لذلك قال وألا ننازع الأمر أهله، ولما النزاع؟ ولما النزاع؟ إذا أمر الله عليكم عبدا حبشيا فما عليكم إلا السمع والطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. وفي رواية اسمع وأدب، وإن تأمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف، مجدع الأطراف. وأما في الحديث الثاني قال النبي بايعوني، فقالوا إن قد بايعناك فعلاما نبايعك، فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتقيموا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا. وأسر كلمة قال ولا تسألوا الناس شيئا، قال فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله. قال تبايعون، قالوا بايعناك على الإسلام، قال فعلام نبايعك، وكان فطنة منهم وذكاء حتى يتقن المرء ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ظاهرا جليا. فقالوا علام نبايعك، فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه هي قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت. قال الله جل في علاه وأمرت أن أكون، قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال ولقد أوحي إليك الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك، وقال ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النف فتفيد العموم، لا تشركوا بالله جل في علاه شيئا، لا من وجيه ولا من سلطان ولا من جان ولا من ملك ولا من نفس ولا من مال، عليك أن تخلص العبادة لله جل في علاه ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر أعمدة هذا الدين بعد بوابة الدين، ذكر ذلك إقامة الصلاة وأيضا أن تسمع وتطيع، أن تسمع وتطيع، فكأنه جعلها مقرونة بالصلاة العظيم الأهمية، ولأن الصلاة هي الركن الرقيم من هذا الدين فجعلها هنا عشان تلتفت لهذا الباب، جعل السمع والطاعة مقترنا بالصلاة، والصلاة أعظم ما يتعبد به المرء لله جل في علاه، بل الصلاة هي أعظم أركان الدين على الإطلاق، لكن بعد الشهادتين. لذلك قال وتسمعوا وتطيعوا، وتسمعوا وتطيعوا، والسمع والطاعة كما قلنا لولاة الأمور منصوص عليه في الكتاب وفي السنة، لكن ليس على الإطلاق، لأن الله لم يجعل لهم طاعة مستقلة، جعل طاعتهم داخلة أو تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم هو أبو بكر يقع من يده الصوت ثم لا يستطيع أن لا يطلب من أحد أن يعطيه إياه، يعني هنا كأنه قرن العبادة لله وحده ولا شريك له، قطع إقامة الصلاة والسمع والطاعة، وقال ولا تسألوا الناس شيئا،
فما الفائدة من يعني هذه المسألة الأخيرة، فما الفائدة من قوله ولا تسأل الناس شيئا، مع أنه كان آنفا يعني قال اسمعوا وأطيعوا، قال ولا تسأل الناس شيئا، قال فقد رأيت بعض ولك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه، وهذا كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذه المسألة العزيزة بما نعنونها بما نصبها، نعم، قال ولا تسأل الناس شيئا. أهم ما في هذه المسألة، أهم ما فيها، إتمام توكل الله عز وجل. نعم جيد، ممتاز رياض، تعزيز حقيقة التوكل، نعم نفس الإجابة، ممتاز. يا أميل القلب يا مسدد، ممتاز يا مسدد، الغياب لم يؤثر، الحق بأن هذه هي احتراز لعدم التفات القلب لغير الرب، هي احتراز لعدم التفات القلب لغير الرب. الناس يسألون الناس، طبعا يخرج من ذلك سؤال العلم، سؤال العلم واجب، ضاع العلم من المستحيل ومستكبر، فسؤال العلم وارد في ذلك ولم يدخل فيه، لكن هنا السؤال سؤال الناس هو ما يلتفت إليه المرء من أمور الدنيا، فقد يلتفت القلب لغير الرب جل في علاه فيقع في المحظور. وما حيث له فهو فيه أن السمع والطاعة استطاع عموم العباد، قال فيها عباد فاتق ما استطاع. وأما الحديث خير أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى به فانبعه العبد ولا يغنه عبد وبعه، ثم جاء سيده ولا يملك له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي تفصيله في الكلام على بالبيعة، وأن كل غدر يؤخذ له رد، هذه غدرة يوم القيامة المستنبطة. عظيم حق ولي الأمر على الرعية، الثاني النظرة المقاصدية، النظرة المقاصدية مصلحية للشرع، ما أمر بالسمع والطاعة، وما أمر بعدم الخروج عليه، وما أمر بعدم المنازعة، إلا لاستقرار الأمر في جميع الناس، إلا استقرار الأمر لجميع الناس، نعم، لجميع المكلفين. ولذلك كما قلت ولاة الأمور من الأهمية بمكان اختيار ولي الأمر، أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار ولي الأمر، لاختيار الخليفة. حسم المادة وسد الزريعة، لا تسأل الناس شيئا، هذه الحنيفية السمحة، هذه الشريعة الغراء الحنيفية السمحة. جواز بيع العبد بالعبدين لأنه ليس صنفا ربويا، ما أدري هل هذا وتري أم شفت.
لو في أسئلة اتفضلوا. هو هذا نظرتين طبعا. أنا بس نختم اليوم إن شاء الله الحديث، بس لو في أسئلة تفضل. الخميس سنة تبيع حرمة الخروج على ولاة الأمور الخامس جواز بيع العبد والعبدين، هذا قلنا صحيح، هذه خمسة. لو في أسئلة تفضل. زيت الجنة يا مسدد، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.